إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد زخبركم أحوات زخبركم أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كمتي ترى مدبنا إن شاء الله لما علتي حديث مبل عسرت شمونتي كاب أحاديث النووية كنت قسن كنت انتن إنا إن شاء الله تعالى أبزنا لهم مع الترسنا دماء الله سبحانه وتعالى بدقف حاجز حوسنا دقيمنا دقاقيمنا دعاء نقبر الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي إذا حديث زي مجمّر خمتي لمدق باب ناي إذا حديث إذا حدث أحاديث تقصنا يو بحصر زبالة ترقم كنهبو إن كلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبلو اتق الله حيثما كنت ابذل لخا يوبوتها لخا الله سبحانه وتعالى فرهيو كاب الله سبحانه وتعالى تتنقض وأتبع السيئة الحسنة تمحها نزنبن كي تكبار دماني ሰናይ ተግባር ኸትለላ ምእንቲ እዛ ዘንብ እዚኣ እዛ ገበን እዚኣ ምእንቲ ክትስረዝ ክትድምሰስ ወኻሊቅ ናሰ ብኹሉቅ ሓሰን ወኻሊቅ ናሰ ብኹሉቅ ሓሰን ምስ ደቂ ሰብ ድማኒ ብሰናይ ጠባይ ብሰናይ ስነ ምግባር ጌርካ ተኻየ ዲኻ ምስኦም ምስ ደቂ ሰብ ብሰናይ ጠባይ ጌርካ ተራኸብ እዚኡ እቲ ሕፅር ዝበለ ትንተና ናይዚ ሓዲስ እዚ እንሻ ላ ናይዚ ሓዲስ እዚ እንሻ ላ ሕጂ ኣኸቲልና ወይ ከዓ ኣስዒብና እዚ ሓዲስ እዚ ትሕዝቶናቱ ክንትንትን ኢና እቲ ንረኽቦ ካብዚ ሓዲስ ድማ ቀንዲ ቀንዲ ፋኢዳታት እንሻ ላ ክንጠቅስ ኢና ብእዝንላ ስብሓነሁ ወተዓላ። እዚ ሓዲስ እዚ ካፍቲ ኣገደስቲ ወይ ከዓ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣሓዲስ ነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም እዩ። ቀዳማይ ነጥቢ እዚ ሓዲስ እዚ ዘተክረሉ ዘሎ እቲ ተቕዋ ላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምፍራህ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ብምእዛዝ ሓደ ካፍቲ ሽቶታት ቀንዲታት ናይ ዲን ከም ምዃኑ እዩ ዝሕብረና ዘሎ። ስለዚ ቀንዲ ናይ ኩሉ ሰናይ ተግባር
ተقوى الله ስብሓنه و እዩ ከምኡ ውን እዚ ተقዋ እዚ ሕድሪ الله ስብሓنه و ነቶም ዝሓለፉን ነቶም ዝተረፉን ነቶም ቀዳሞቱን ነቶም ዝሰዓቦም ፍጡራት الله ስብሓنه و ካብ الله ስብሓنه و ዝወሃቦም ዝነበረ ሕድሪ ተقوى الله ስብሓنه و እዩ لذلك الله سبحانه وتعالى يبل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله مالت برقد نحن نتم كدميكم كتاب زوردنا اللوم كمون نعاخم الله سبحانه وتعالى تقوى نخد قبره الله سبحانه وتعالى نختفره الله سبحانه وتعالى نختمئززه لبوا أما حلالي فيه إبلا الله سبحانه وتعالى لبوا أما حلالي فيه والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تقوى زي أقدى سسلة زخونة كل جزية مدر خطبة قبر كله نتهم بصوتهم نتهم سعبتهم كسمعون كله ኩሉ ግዜ መጀመርያ እተን ዝጠቕስዎን ዝነበሩ ኣያታት ኣብዚ መደረ እዚ ኩለን እንታይ ዝሓዛ ነይረን ናይ ተቕዋ ጉዳይ ዝሓዘላን ከምኡ ውን ናብዚ ጉዳይ እዚ ዘተባብዓን ዝደፋፍዓን እየን ከም ቀውሉ ተዓላ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو أنتم بأيذ آمنكم أنتم مؤمنان أنتم آمنتي الله سبحانه وتعالى بحقي تزقب تقوى تزقب فرهات الله سبحانه وتعالى فرهو إخم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كل قزي خاء كافتي اسلمناكم كافتي دينكم فلكت كتب ليبلكم قد دعبلوا إخم ساعتها مع ثموتكم تمتئ بخنياتك تموتوا لكم أفتمقد إملة صنحوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تسعة موت سل زين فلت أنت مالت أفت إيمانك كل جزي كتسنح ما أنت تموت كتمسك لا أفت زي تفلطو جزي مؤمن مجد الله سبحانه وتعالى أسلم يكون كتسنح كلها شعو بتسلم أنها ختموت مالت إيو ويقول الله سبحانه وتعالى كافتي النبي صلى الله عليه وسلم أما درئهم تغصوا زنبروا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا هذا آية زي أون نتم مؤمنان ترى يكون تتصوع زلا أنت هذا يا أيها الناس إلو الله سبحانه وتعالى جميعا كلهم لك سمالتي أنتم كلكم سبات وأنتم سبات اتقوا ربكم التي قيتكم ፍርህዎ ነቲ ጎይታኹም ተማእዘዙ እቲ ንዓኹም ዝፈጠረ ካብ ሓንቲ ነፍሲ ፈጢሩኩም ማለት ካብ ሰይድና ኣደም ነዛ ነፍሲ ድኣ ድማኒ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብኣ ወኸለቀ ምንሃ ዘውጀሃ ካብኣ እውን ካልኣያ ዝኸለቀላ ማለት حواء زخلق الله مالتي وخلق منها زوجها متصامدة الله سبحانه وتعالى أن السيدة حواء كاب قلنا آدم
ኸሊቕዋ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ሰበይቱ እዚኣ እዛ መፃምድቱ እዚኣ ካብ ምንታይ ተኸሊቓ ማለት እዩ? ካብ ጎኑ ተኸሊቓ ማለት እዩ። خለق ምንሃ ዘውጃ ወበث ምንهማ ርጃላ ከثራ ወኒሳء ካብ ሰይድና ኣደምን ሓዋእን ድማ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እውን ተዋሊዶም ተፋርዮም ማለት እዩ። ስለዚ الله ስብሓنه و واتق الله الذ تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إلهم الله سبحانه وتعالى دقنا وانت قد تقوى دقنا وان تقسوا ما لتي خفتي آياتات النبي صلى الله عليه وسلم استقصوا ذنبروا أم مدرأهم أب خطبة أب كل قزية دقاق إمام استقصوا ذنبروا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أنتم مؤمنان إن الله سبحانه وتعالى فره كما الله سبحانه وتعالى تتنققوا وقولوا قولا سديدا قال تزاربوا أنتم من حسكم زوتسون كل جزء قنع زربا الروم زربا لا يخل من تي الله سبحانه وتعالى خلوا تقبراتكم سناي خقبر لكم زنبكم أون كدم سسلكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله سبحانه وتعالى زز دما الله سبحانه وتعالى زطايع دما خبون تزازات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زقبل الدماء زئت بحقي عوت عبي عوت زجبت إلى الله سبحانه وتعالى. إذن إذا حديث زي نزا قدينا يتقوى نعاء ብጣዕሚ ኣገዲሱ እዩ ዝሕብረና ዘሎ ማለት እዩ። ካልይቲ ነጥቢ እዚ ሓዲስ እዚ እውን ዘተኩረላ ዘሎ ሓደ ካብቲ ሽቶታት እዚ ዲና እዚ እውን ምስ ደቂ ሰብ ሰናይ ጥባይ ሰናይ ስነ ምግባር ክትቀራረብ እዩ ዝሕብር ዘሎ ማለት እዩ። ሑስነ ልኩሉቅ ዝበሃል ወኻሊቅ ናሳ ብኩሉቅ ሓሰን ዝበሃል ዘሎ እነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ነቶም ኩሎም ሰባት ኩሉ ግዜ ርክብካ ምስኦም ክትፍፅምን ከለኻ እቲ ርክብካ ኩሉ ግዜ ብጥዑም ሰናይ ስነ ምግባር ክኸውን ኣለዎ። ምክንያቱ እዚ ሰናይ ጥባይ ሰናይ ስነ ምግባር ነቲ እማ ዝኣሳስር ዝጠማምር ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ዚ እማ እዚ እውን ፍቕርን ስኒትን ዘስፍን ስለ ዝኾነ ከምኡ ውን ሓደ ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈትዎ ተግባራት ስለ ዝኾነ ደረጃኻ ክብ ዝብለሉን ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እተቐርበሉን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈትዎን ተግባር ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ እነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ ጠቂሶሞ ማለት እዩ። ምእንቲ ንሕና ብግብሪ ከነውዕሎ እዘን ክልተ ነገራት እዩ እዚ ሓዲስ እዚ ጠቢርዎን ዘሎ። እሰን ከዓ ጉዳይ ተቆ ላ ስብሓን ወተዓላ ቀዳመይቲ፣ ካልአይቲ ከዓ ጉዳይ ሕስነ ልኩሉቅ ሰናይ ስነ ምግባር ማለት እዩ። እተቕዋ ኣብ ቁርኣን ይኹን ኣብ ሱና ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ብዙሕ ግዜ ትጥቀስ ብዙሕ ግዜ እውን ንሰምዓ ኢና። ተቕዋ ላህ ማለት እውን ዑለማ ክዛረብሉ ከለዉ ትርጉሙ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ዓረብ እንታይ ምዃኑ ተዛሪቦምሉ ከምቲ ኣብቲ ቁርኣንን ኣብቲ ሱናን መፅኡ ዘሎ ድማ እንታይ ዓይነት ትርጉም ከም ዝሓዘለት እዛ ተቕዋ እዚኣ ዑለማ ተንቲኖማ እዮም ማለት እዩ። እተቕዋ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? በቲ ቋንቋ ዓረብ እተደኣ ኮይኑ ተቕዋ ክበሃል እንከሎ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎቲ ዘስጋኣካን ዘፍርሃካን ነገር እንታይ ክትገብር? መከላኸሊ ትገብር ማለት እዩ። እዚ መከላኸሊ እዚ ምእንቲ ንዓኻ ክሕልወካ ማለት እዩ። ካብ ምንታይ? ካብቲ ዘስጋኣካን ዘፍርሃካን ነገር። እንተ ደኣ ሓደ ጉዳይ ዘስጋኣካን ዘፍርሃካን ኣሎ ኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኸይ ትወድቕ ወይ ከዓ ካብዚ ነገር እዚ ጉድኣት ንኸይረኽበካ እንታይ ኢኻ ትገብር? መከላኸሊ ወይ ዋልታ ሳትር ክትገብር ከለኻ፣ ዲፋዕ ክትገብር ከለኻ እዚ እንታይ ይበሃል ሕጂ? ተቕዋ ይበሃል ማለት እዩ ኣብ ቋንቋ ዓረብ። ሊዛሊክ ተቕዋ ላ ስብሓን ወተዓላ ክንብል ከለና ይብል ልኢማም እብኑ ረጀብ
قال بأن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك. إذن السخاء يبل هو وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه، بمعنى برئ الله سبحانه وتعالى أمونغوتي ن الله سبحانه وتعالى زقطع أمونغون أمونغوتي نوطعة الله سبحانه وتعالى أنت يقبر بكلا خلي يقبر مالتي والتا يقبر زوالتا زخنتاي زوالتا زي طاعة الله سبحانه وتعالى سي الله سبحانه وتعالى زكا من مزاز كافتي الله سبحانه وتعالى ون زخلك لك مقطاب زيتي تقوى زبهال يبلو. قال علماء ما يبلو أن التقوى أن يطاع، أن الله سبحانه وتعالى أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. تقوى خبها لهم كله يبلو علماء السلف. الله سبحانه وتعالى تزازاته كتكبر تخلكلك تكلكل كل جزيون كذكرون نخيت رسعون كل جزية ختمسقنون نخيت خحدون دامبر أي تخحدون إذي يتي تقوى زبها مالتي. إذن أبز تقوى زين تاي نرئ لنا مالتي إذن قزاء رسو أتي قديتات اسلمنا أتي أب اسلمنا قديتات زبها الواجبات زبها الفتصم بشرعي تزاز الله كوينو تزاز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قداش كوينو قديتا كوينو نخد قبرو تأززكا تقبر تمحرمات زبهات حرام زبؤو كابؤو كدحن كابؤو خترحق كابؤو خطقطب انكلخا زيوتي حالي تقوى واجب زبهاتي أقداسين هاي تقوى زبهات كبؤون اتي مستحبات اتي فتوي نقر زبهالون قال له ازي فتو نقر زبخا فتمو اتي مكروه زبهال درجة ناي حرام اي بطحن قل درجة ناي مكروه طلوء اب شرعي خبهال كله كابزو خترحق كالله خادماني انتا ايزي ازي نقزا رسو تقوى يبهال مالتي. فإذن الله سبحانه وتعالى توم متقين ون كبل صومهم كله اب نجمع ريا سورة البقرة خنرنك لنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من يوم زم متقين حجي الله سبحانه وتعالى بدحرزي يتعصوا مالتهم من يوم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله سبحانه وتعالى ذو متقين زبهلو أبزاء يزيان من تغيسوا ثم بحكي بأن الله سبحانه وتعالى زأمنوا بغيب زأمنوا بتي حبونا قربتي السطور قربتي الله سبحانه وتعالى أمنوا زبلهم كي رأيهم كله بيوم القيامة وينوا بتي زي فلطوا قرب بعينهم زي رأيهم كله زأمنوا ويقيمون الصلاة صلاة ونزقوموا قاتي ذهبنا يوم ششاي رزق الماني لله لهم زكاة كوينوا صدقة كوينوا زخفلوا والذين يؤمنون بما أنزل إليكم أون بتينا بخاز وردا بتينا فتم قدامات الأخاز وردا زأمنوا. إذن إذا آية زياء تي أركان الإسلام زبهال تي أركان الإيمان زبهال زي نقر زي زمالقوا الله سبحانه وتعالى كما قليتهم ويكاعد بمتعينة قليتهم بتقوى قليتهم مالتهم. فكلمة التقوى حجي أفت قرآن كرئان كلنا حال قزي واتقوا الله لفظ الجلالة مس الله سبحانه وتعالى تسقعات مالتهم واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس
ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كلمة التقوى الله سبحانه وتعالى خدقف كلا خدصقع كلا ترجمة يا خول مالتي اتقوا سخط الله وغضبه مالت كاب قطع الله سبحانه وتعالى كاب صلي الله سبحانه وتعالى تتنققوا تخلاخلوا مالت تخون مالت مخنيات እቲ መቕፃዕቲ ክወርደካ መቕፃዕቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክወርደካ እንከሎ ስለምንታይ ዝወርደካ ዘሎ ጌጋ ስለ ዝፈፀምካ ገበን ስለ ዝፈፀምካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ይቐፅዓካ። ስለዚ እቲ ጠንቂ ናይ መቕፃዕቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ገበንካ ስለ ዝኾነ ገበን ስለ ዝፈፀምካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይቁጣዓልካ ተቆጢዑ ከዓ መቕፃዕቲ የውርደልካ። والله سبحانه وتعالى انت لأ بحقي اون زفره بحقي كتنققو زلكا اون تزعابي نصوص لزخوني اب لبخا طعمي عبيت كله ولو اتي الرأي خان الله سبحانه وتعالى كل جزي كل كبر لأولنة زملأ لزخوني اتي تقوى ون من كوهابا يقبى ان الله سبحانه وتعالى هو اهل التقوى واهل المغفرة. ኣብ ገለገለ ኣያት ድማ እዛ ከሊመት ተቕዋ ትብል ምስ ምንታይ ተፀጊዓ ንረኽባ? ምስ ለፍ ጀላለ ምስ ስም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘይኮነ ምስ ካልእ ምስ ምንታይ? ምስ እሳተ ጀሃንም ወይ ከዓ ምስ መዓልቲ ምፅት ምስ መዓልቲ ቅያማ። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ወተቁ ናር አለቲ ኡዒደት ልልካፊሪን ወየቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ፈተቁ ናር አለቲ ወቁድሃ ናሱ ወልሕጃራ أعدت للكافرين. أبزن كلتا آية أنت دارئنا تقوى مس من تاي لقبات تسقي عن رخمة مس النار مس إسات جهنم مالد الله سبحانه وتعالى خاب إسات جهنم نتوم كحتي تداليا زل خاب آت تنققوا إيزو بدل الله سبحانه وتعالى خنياتو إذا إسات زيان من يتداليا نتوم كحتي مكاتري آمنا لدي أنك آمن يوم መጓህርቲ ናይዛ እሳት እዚኣ ደቂ ሰብን ኣእማንን እዮም ካብዛ እሳት እዚኣ ተጠንቀቁ እዩ ዝብል ዘሎ ፈተቕዋ ክበሃል እንከሎ ብዙ ከዓ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ መንጎኻን ኣብዚ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እሳት ጀሃንም መከላኸሊ ትገብር ማለት እዩ። እንታይ እቲ መከላኸሊ? ትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምቕባል ብምእዛዝ ይኸውን ማለት እዩ። ወየቁል ስብሓን ወተዓላ ወተቁ የውመን ትርጀዑነ ፊሂ ኢላ ላህ ወተቁ የውመን ترجعون فيه إلى الله زي أخا معلت قيامة مالت يخاب معلت قيامة ون تتنققوا تا نبع الله سبحانه وتعالى تملا سلا معلتي إذا معلت زي أسقائتنا فرحيتنا سلزخوند نزا معلت زي أفرهو وإخوم أمونغو إذا معلت زي أن أمونغو خومن مكالا خلي قبرولا إذا مكالا خلي زخاء تسناي تكبار يخون مالت يو. فإذن تقوى نقزأ رسو حجي عبي نقر كم مخانو مستي الله سبحانه وتعالى ازدري خوانا مسؤول تأساس رخم مخانو يبرهلنا مالتي. ذلك بلتعتني تقوى القرآن يخون السنة نبي صلى الله عليه وسلم كن ريون تلقى أخوينا عبي بلتعتي زلوه توداداري زي بلو بلتعت كم زلوه يبرهلنا مالتي. ቀዳማይ ነገር እቲ ተቕዋ ወይ ከዓ እቶም ሙተቂን እቶም ኣብ ልቦም ተቕዋ ዘለዎም ንሶም ነዛ ወይ ከዓ ነታ ጀና ዝወርሱ ከም ምዃኖም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓቢሩና እዩ። ፈልጀነቱ የሪትሃ ልሙተቁን ጀና መን እዮም ዝወርስዋ? እቶም ሙተቂን እቶም ተቕዋ ዘለዎም እቶም ፈራሃት ረቢ። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ትልከ ልጀነቱ ለቲ ኑርሱ ምን ዕባድና መን ካነ ተቂያ من كان تقيا. كمون تقوى حد خافتين أي محبة الله سبحانه وتعالى مالت الله سبحانه وتعالى نباري أزفته اللطنكي ويكأسبب إيو. يقول الله سبحانه وتعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الله سبحانه وتعالى أخفته وكانت لأدى اللغينك فتوت الله سبحانه وتعالى أنت لأى يقدسك خوينو
ካብቶም ሙተቂን ክትከውን ኣለካ፣ ካብቶም ፍራሃት ኣላህ ክትከውን ኣለካ። ከምኡ ውን ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ካብቲ ፈضኢል ወይ ከዓ ብልፀታት ናይ ተቕዋ ዝሓበሮ ክንርኢ እንተደኣ ኮይንና ናይ ሰማይን ናይ መሬትን በረካ ነቶም ሙተቂን ከም ዝወሃብ ንዕኦም ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ከም ዝፈትሓሎም ከም ዝኸፍተሎም ሓቢሩና እዩ። የቁሉ ላሁ ስብሓነ ወተዓላ ወለው አነ አህለ ልቁራ ኣመኑ ወተቀው ለፈተሕና ዓለይህም በረካት ምና ሰማኢ ወልአርድ ወለው አነ አህለ ልቁራ ኣመኑ ወተቀው ለፈተሕና ዓለይህም በረካት ምና ሰማኢ ወልአርድ። ብሓቂ ደቂ ሰብ እምነትን ተቕዋን ነይርዎም እንተዝኸውን እንተዝኣምኑ ብሓቂ ብኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ብደንቢ ይፈርሁ ነይሮም እንተ ደኣ ኮይኖም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሽሻያት ሰማይን ሽሻያት መሬትን በረካ ናይ ሰማያትን ናይ መሬትን ምኸፈተሎም ነይሩ ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ። እዚ እውን እንታይ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ፣ ብልፀት ናይ ተቕዋ። ካብቲ ብልፀት ናይ ተቕዋ እውን እቶም ሙተቂን ቶም ፈራሃት ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ ኣላህ ምስኦም ይኸውን፣ ኩሉ ግዜ ይድግፎም። ኢና ላሃ ማዓ ለذነ ተቀው ወለذነ ሁም ሙሕስኑን። ኢና ላሃ ማዓ ለذነ ተቀው ወለذነ ሁም ሙሕስኑን ከማ ቃለ ተዓላ። ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ ኩሉ ግዜ ምስቶም ሙተቂን እዩ፣ ምስቶም ፈራሃት ኣላ ኩሉ ግዜ ንዕኦም ይድግፎም፣ ኩሉ ግዜ ንዕኦም ዓወት የልብሶም። ከምኡ ውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳትካ እንተ ደኣ ንዕኡ ትምእዘዝ ኮንካ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ኣዱንያን ኣብ ኣኼራን ጉዳይካ ኩሉ ግዜ የሸላሽለልካ የፋኽሰልካ። ወመን የተቂ ላሃ የጅዓል ለሁ ምን ኣምርህ ዩስራ ወመን የተቂ ላሃ የጅዓል ለሁ ምን ኣምርህ ዩስራ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ግዜ እንተ ደኣ ትፈርህ ኮንካ ንኩሉ ግዜ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ እንተ ደኣ ትምእዘዝ ኮንካ ኩሉ ግዜ ምንቅስቃሳትካ ንጥፈታትካ ኩሉ ግዜ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ትከታተለሉ እንተ ደኣ ኮንካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፍፂሙ ይገድፈካን እዩ። ኩሉ ጉዳይካ እውን ከሸላሽለልካ እዩ፣ ከፋኽሰልካ እዩ። ብፍፁም ኣብ ደይቂ ኣብ ፅበት ኣብ ዓዘቕቲ ኣየውድቐካን እዩ። ኣዱንያኻን ኣኼራኻን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፎኪስን ቀሊልን ክገብረልካ እዩ። ከምኡ ውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዛ ተቕዋ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ስለ ዝኾነት ብልፅቲ እውን ስለ ዝኾነት ከም ስንቂ ክንሰንቃ ከም ዘለና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓቢሩና ማለት እዩ። ዝበለፀት ስንቂ ዱንያን ኣኼራን ከም ምዃና የቁሉ ላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ወተዘወዱ ፈኢነ ኸይረ ዛድ ተቕዋ ወተዘወዱ ፈኢነ ኸይረ ዛድ ተቕዋ። ስነቁ ስንቂ እቲ ዝበለፀ ስንቂ ድማ እንታይ እዩ? ተቕዋ ላ ስብሓን ወተዓላ ፍርሃት ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ እዩ። መጨረሻ እውን መጨረሽታኻን መደምደምታኻን መዓልቦኻን እውን ሰናይ መዓልቦ ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ካብቶም ሙተቂን ክትከውን ኣለካ። ኩሉ ግዜ እቶም ሙተቂን መጨረሽቶኦም እቲ ዓወት እንተ ደኣ ኮይኑ፣ እቲ ብልፀት እንተ ደኣ ኮይኑ፣ እቲ ዕረፍትን ራህዋን ፍስሓን እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ መጨረሻ ንመን ይኸውን? ነቶም ሙተቂን እዩ ክኸውን። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ወልዓቂበቱ ልልሙተቂን ማለት እቲ መጨረሽታ ዝመፅእ ዓወት፣ እቲ መጨረሻ ዝመፅእ ሰናይ ኣብ መጨረሻ ኩሉ ግዜ ንመን እዩ? ነቶም ኣመንቲ እዩ ይብለና ኣላ ስብሓን ወተዓላ። እዘን እዚ እቲ ብልፀታት ናይ ተቕዋ። ስለዚ ነዚ ብልፀት ነዚ ብልጫ እዚ ንክንረክብ ኩሉ ግዜ ካብቶም ሙተቂን ክንከውን ይግብአና። ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ግዜ እውን ዱዓ ክንገብር ኣለና ካብቶም ኣህሊ ተቕዋ ንኽገብረና። ኣብዚ ሓዲስ እዚ የቁሉ ነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኢተቂላሃ ሓይثማ ኩንት ኣብ ዘለኻ ኣለኻ ፍ ስር ወልዓለን ኣብ ጋህድን ኣብ ምስጢርን ኣብ ሕቡእ ቦታን ኣብ ክፉት ቦታን ሰብ ዝርኤካ ይኹን ሰብ ዘይርኤካ ቦታ ኣብ ኩሉ ቦታታትካ ተቕዋ ላ ስብሓን ወተዓላ ክትገብር ኣለካ። ሊኣን ላ ስብሓን ወተዓላ ፍፁም ካብኡ ክትሕባእ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይትሕባእን ኢኻ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ
ንጥፈታትካን እንቅስቃሳትካን ይከታተሎ እዩ። ካብኡ ዝሕባእ ነገር የለን። ኩሉ ተግባራትካን ቃላትካን ኩሉ እንትናኻ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይከታተሎ እዩ። ኢና ላሃ ካነ ዓለይኩም ረቂባ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ስለ ዘይንሕባእ ኢዘን እንታይ ክንከውን ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ መዳያትና ኣብ ኩሉ ምንቅስቃሳትናስ ካብ ተቕዋ ክንረሓቕ የብልናን። ኣብ ጋህድናን ኣብ ምስጢርናን ኣብ ሕቡእናን ኣብ ጉልህናን ኩሉ ግዜ ትዘገድሰና ንዓና ወዲ ሰብ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዩ። ኣብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝርእካ ቦታ ኩሉ ግዜ ክትሓፍሮ ኣለካ፣ ሓያ ክትገብር ኣለካ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ካብኡ እውን ክትሕባእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ኣብ ዘለኻሊኻ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ተማእዘዝ፣ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ተጠንቀቕ። እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ኣብ ጋህዱ ካልእ፣ ኣብ ምስጢሩ ኣብ ሕቡኡ ካልእ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ። ጌና ልቢ ከም ዘይፀርአ ሕማም ልቢ ከም ዘለዎ እዚ ሰብ እዚ ምልክት ናይ ኒፋቅ እውን ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየና ዘሎ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ካብ ሰብ ትሕባእ ጌጋ ክትገብር እንከለኻ ግን ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘይትሕባእ እንተ ደኣ ኮንካ ኣብ ቅድሚ ሰብ ፅቡቕ ትረአ፣ ሰናይ ክትገብር ትረአ፣ ፈራህ ረቢ ትመስል ግን ሰብ ዘይብሉ ቦታ በይንኻ ክከውን ከለኻ ግን እንዳ ኣድዒካ ነቲ ሓራም ከም ዘላይካ ክትፍፅሞ ከለኻ እዚ እንታይ እዩ ዝርእየና ዘሎ? ጌና ካ ልቢ ከም ዘይፀረየት ጉደት ናይ ኢማን ከም ዘሎ እዩ ዝርእየና ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ካብቲ ጠባያት ካብቲ ምልክታት ናይ ኣህለ ኒፋቅ ናይቶም ኣብ ልቦም ኒፋቅ ዘለዎም ቶም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክገልፆም እንከሎ ኣብ ቁርኣን የስተኽፉነ ምን ናሲ ወላ የስተኽፉነ ምን ላህ ዝበሎም ገበን ክፍፅሙ እንከለዉ ካብ ሰብ ይሕብኡ ሰብ ከይርእየና ኢሎም ግን ሓያ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ የብሎምን። ከምቲ ግቡእ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኢኻ ሓያ ክትገብር ዘለካ። ምኽንያቱ ክጎድኣካን ክጠቕመካን እንተ ደኣ ኮይኑ መን እዩ? ኣላ ስብሓን ወተዓላ። እቲ ሰናይ ትገብሮ ዘለካ ንምንቲ ምንታይ ኢኻ ትገብሮ ከምቲ ግቡእ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንኽፈትወልካን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝኣዘዘካን እምበር ሰብ ፈትዩልካን ሰብ ረድዩልካን ፍፁም ኣይጠቕመካን እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንተ ደኣ ዘይፈተወልካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንተ ደኣ ዘይረድየልካ። ذلك كفتم صالحين قدم يبلو نيرم اتق الله أن يكون أهول الناظرين إليك تتنكق الله سبحانه وتعالى كفتم أهول الناظرين كبها لهم كله مالت الله سبحانه وتعالى يرئيك هايو كبون دك سبير يخايو سلذي نتم ደቂ ሰብ ኣኽቢርካ እሞ ኸዓ ኣብ ሕማቕ ቦታ ሕማቕ ተግባር እናገበርኩ ከለኹ ኸይርኡኒካ ካብኦም ትሕባእ ግን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሕማቕ እናገበርኩ ከለኹ ከይርእየኒ ኢልካ ኣይተገደስካን ቅጭጭ ኣይበለካን። ብማዕና እንታይ ኢኻ ተርኢ ዘለኻ ማለት እዩ? እቲ ክብረት ንመን ኢኻትቦ ዘለኻ? ንደቂ ሰብ ሰብ ከይርእዩኒ ኢልካ ንዕኦም ኣኽቢርካ ግን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሕሱር ጌርካ እዮ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቶም ዝርኡኻ ዘለዉ እቶም ሕሱራት ኣይትግበሩ ኢኻ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ። ነቶም ሰብ ኣኽቢርካ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይትሕስር። ሰብ ኣኽቢርካ ሰብ ከይርእየኒ ኢልካ ካብ ጌጋ ካብ ሰብ ትሕባእ ንከለኻ ግን ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክትሕባእ ስለ ዘይትኽእል ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይተሓባእካን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብዝሃለኻ ዮ ቦታ ሃሉ ዳኣ እምበር ይርእካ ስለ ዝኾነ እሞዝስኻ ከዓ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ እናረኣየካ እንከሎ ገበን ክትፍፅም ከለኻ እንታይ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምዘይገድስ ነገር ከምዘይተኽብሮ ኢኻ ተርኢ ዘለኻ። ስለዚ ተጠንቀቕ፣ ከምዚ ኣይትግበሮ ኢኻ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ይብሉ ነይሮም ማለት እዩ። ካብቲ ትሕዝቶ ናይዚ ሓዲስ ድማ የቁል ነቢ صለ ላه ለ ወሰለም ወኣትቢዕ ሰይአة ልሓሰና ተምሑሃ ወኣትቢዕ ሰይአة ልሓሰና ተምሑሃ
እዚ ሓዲስ እዚ ወዲ ሰብ መቸም ህጋጌ ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ሓንሳ ሓንሳ ይወፅእ ኣብ ጌጋ ይወድቕ እዩ። ዘንቢ ይፍፅም፣ ገበን ይፍፅም። ኣብዚ መድረኽ እዚ እንተደኣ በፂሑ ከዓ እዚ ሓዲስ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ገበን እንተደኣ ፈፂምካ ጉድለት እንተደኣ ጌርካስ ነዛ ጉድለት እዚኣ ብምንታይ ደምስሳ? ብሰናይ ተግባር ደምስሳ ኢኻ። ምኽንያቱ እዚ ሰናይ ተግባር እዚ ነታ እከይ ነታ ገበን እቲኣ ይደምስሳ እዩ። እዚ እውን ኣብ ቁርኣን ንረኽቦ ማለት እዩ። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ወኣቂም ሰላተ ጠረፈይ ነሃሪ ወዙለፈን ምና ለይል إن الحسنات يذهبن السيئات. سناي تكبر نتي اكي كل جزيه يدمسسو ايو. اذا ايه زي سببا تنكان يبلع علماء اذا ايه زي ان ابن مسعود روى عبد الله بن مسعود ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فأنزل الله ثم ذكر الآية السابقة زقرنا يزياء وردا مالته. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. ذا آية زياء تنقنات أن تايو كمتي ابن مسعود عبد الله مسعود زم حلالفه حال سبعي نحنتي والنسيتي ዘይትፍቀዶ ጓል ሰይቲ ማለት እዩ ሰበይቲ ኮነት ወላ ኣብ መንጎን ኣብ መንጎኣን ዓቕዲ ዘየሎ ስዒምዋ ማለት እዩ። ጠብዓ እዚ ገበን እዚ ስለ ዝፈፀመ ናብ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ያ ረሱላ ላ ኣነስ ከምዚ ዝኣመሰለ ገበን ፈፂሙ ሞኒ እንታይ መቕፃዕት ኣሎ ሞ መቕፃዕት እተደ ኣሎ ስክቕፃዕ መፅአ ኢሉ ይቐርብ ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ኣያ እዚኣ ኣውሪዱ እዛ ገበን እዚኣ ከምቲ ዝምውና ውሱን መቕፃዕቲ የብላን መግረፍቲ ይኹን ካልእ ዓይነት መቕፃዕቲ የብላን። ላኪን ካብቲ ሰቓኢረ ዝኑብ ስለ ዝኾነት ነዛ ዘንቢ እዚኣ ሕጂ እንታይ ክትገብረላ ኣለካ ማለት እዩ? ሰናይ ተግባር ከተኸትለላ ኣለካ። ምእንቲ እቲ ሰናይ ነቲ ዝገበርካ ኦከይ ንዕኡ ምእንቲ ክደፍኖን ምእንቲ ክስርዞን። እዚ ሰብኣይ እዚ ሓትት ማለት እዩ ነቢና ሙሓመድ ሰ ያ ረሱላ ላ ኣነ እዛ ዝወረደት ኣያ ንዓይ ጥራይ ድያ እዛ ዝገበርክዋ ገበን ንሳ ድያ ጥራይ ንክድምፀ ዝበኣይ ምክኒት ወሪዳ ላ ሞ ንዓይ ጥራይ ድያ ይብል ማለት እዩ። ላ እነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ኣይኮነን እዛ ኣያ እዚኣ ንጀሚዕ እመተይ ንኩሎም ንህዝበይ ንሰዓብተይ እያ። ከምዚ ስኻ ዝገበርካያ ገበን ዝፈፀመ እንተ ደኣ ኣለ ኮይኑ እዚ ከምዝኣመሰለ ገበናት እዚ ዘንብታት እዚ ብእስትቕፋር ይኹን ወይ ከዓ ብሰናይ ተግባር ጌርካ ከተኸትሎን ከለኻ ትስርዞን ትድምስሶን ማለት እዩ። እዘን እዞም ሙተቂን ኩሉ ግዜ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክገልፆም እንከሎ እንተ ደኣ ኣብ ጌጋ ወዲቖም እንተ ደኣ ገበን ፈፂሞም ናብኦም ዝጓዩ ነይሮም ተጓዮም ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይምለሱ ነይሮም ማለት እዩ። ሊኣን ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ይገልፆም ወለዚነ ኢዛ ፈዓሉ ፋሕሸተን أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالله سبحانه وتعالى كاب زنبخا نخد دحن كاب زبركا قبن مأنتي نخد دحن سي تقاي خانا من تملس مالتي ونعب الله سبحانه وتعالى زنبخا نخد محر استغفار تقبر محرد كاب الله سبحانه وتعالى تحدث الله سبحانه وتعالى ون ንዘንብኻ መሓርን ንገበንካ ገዳፍን እዩ። ስለዚ እቶም ሙተቂ ዝበሃሉ ኣብቲ ገግበን ኣብቲ ዝገበርዎ ጌጋ ኣብኡ ይቅፅሉን እዮም። እንታይ ደኣ ተጓዮም ናበይ ይምለሱ ማለት እዩ ናብ ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ ይምለሱ። ዑለማ ብዛዕባ ማሕወ ሰይኣ እታ ሓሰና እታ ሰናይ ተግባር ንታእከይ ክትደምስስ ከላ ከመይ እያ ትደምስስ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ገለ ዑለማ እንታይ ይብሉ ሓሰና ዝጠቐሰት ኣብዚኣ ብማዕና ተውባ እያ ይብሉ። ተውባ ምግባር እዩ ይብሉ። ብማዕና ኣተውባ ማለት እንተ ደኣ ገበን ፈፂምካ ተውባ ኢልካ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክትመለስ ከለኻ እዚኣ ንገዛእ ርእሳ ሓሰና ስለ ዝኾነት እዚኡ እቲ ዝድለ ይብሉ ማለት እዩ። ፈመን ታብ ኣላሁ ዓለይ ተውባ ዝበለ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተመለሰ ተናስሐ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ዘንቡን ገበኑን
ይሰግረሉ ዘንቡን ገበኑን እውን ይገድፈሉን ይነሕፎን እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣብ ቁርን ተርእና ተውባ ከምዝቕበል ተውባ ከምዝብል ንስሓ ከም ዝቕበል ጠቂሱ የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ እነማ ተውበቱ ዓላ ላሂ ልለذነ ያዕመሉነ ሱእ ብጀሃለትን ثመ የቱቡነ ምን ቀሪብ ፈኡላኢከ የቱቡ ላሁ ዓለይህም። እታ ተውባ ትበሃል ንገዛ ርእሳ ንመን እያ? ነቶም ዝገበን ፈፂሞም ከይፈለጡ እንከለዉ ብጌጋ ዝፈፀሙ እዞም ሰባት እዚኦም እታ ተውባ ንዕኦም እያ። ምክንያት እዞም ሰባት እዚኦም ነዚ ገበን እዚ ምስ ፈፀሙ ተጓይዮም ብቕልጡፍ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ተመለሱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተውባ ክብለሎም እዩ። ፈኢዘን ተውባ ዝገበረ ብሓቂ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተመለሰ፣ ነቲ ሽሩጥ ተውባ ዝበሃል ናይ ተውባ ቅድመ ኩነት ዘማልአ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተውባ ናቱ ንስሓ ናቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይቕበለሉ እዩ። በል ወላ እውን ኣብ ክሕደት እንተ ደኣ ነይሩ ኮይኑ ካፍር እንተ ደኣ ነይሩ ኮይኑ ካሓድ እንተ ደኣ ነይሩ ኮይኑ ተውባ ኢሉ ናብ እስልምና እንተ ደኣ ኣትዩ እስልምንኡ ቅዱዕ ይኸውን። እቲ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ግዜ ክሕደት እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይስርዘሉ እዩ። ካልኣይ ትርጉም ዝሃብሉ ብማዕና ልሓሰና ጥራይ ተውባ ኣይኮነን ይብሉ፣ ላኪን ኣዓመ ምን ተውባ ሓደ ካብቲ ሓሰና ተውባ እዩ፣ ላኪን ካልእ እውን ተማልእያ ይብሉ። እዚ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ዝጠቕሶ ይኹን እታ ኣያ እነ ልሓሰናት ዩድሂብነ ሰይኣት ትብል ልሓሰና ኣብዛ ሓዲት ትኹን ኣብዛ ኣያ እዚኣ ኣዓም ምን ተውባ ጥራይ ተውባ ኣይኮነትን ላኪን ካልእ ዘማልአት እያ ንካልእ እውን ተማልእያ ይብሉ ማለት እዩ። ሊዛሊክ الله سبحانه وتعالى أفتأ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات كلنا خلو صلاة نقزاء رسو وضوء نقزاء رسو ناي زنبي زغفر سبب بكاء زنب خاز زغفر لك سببكم مخانو خم زمسس إيو زحبرنا زلو مالتيو. فهذا أحاديث وننت لآخر أخوينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إذن إذا حديث انتهى نازلون النبي صلى الله عليه وسلم يبلو ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ክነግረኩም ዶ ብዛዕባ እቲ ዘንብታትኩም ዝድምስስ ከምኡ ውን ደረጃኹም ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክብ ዘብል ብዛዕባኡ ዶ ክጠቕሰልኩም ኢሎም እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ምስሓተቱ ነቶም ብፆቶም ወይ ያ ረሱላ ላህ ኢሎም መሊሶም ማለት እዩ። ካብቲ ዝተጠቐሰ ሕጂ እስባቅ ልውዱ ዓለ ልመካር ውዱእ ክትገብርን ከለኻ ዓለ ልመካርህ ማለት ኣብ ግዜ ቁሪ ኣብቲ ማይ ትፅልኣሉ ግዜ እውን ውዱእ ክትገብርን ከለኻ ከስረት ልኩጣ ኢለ ልመሳጅድ ንመስጊድ ክትመላለስን ከለኻ ንመስጊድ ገፅካ ክትስድርን ከለኻ ከምኡ ውን ኣብ መስጊድ ኮፍ ኢልካ ሰላት ክትፅበን ከለኻ እዚ ንገዛ ርእሱ ኩሉ እንታይ ገብረልካ ማለት እዩ፣ ነቲ ዝንብታትካ ዝደምስስ እዩ። ከምኡ ውን ስያም ረመضን እውን እንተ ደኣ ሊላ ኢልካ ፅምካዮ ሊላ ኢልካ እንተ ደኣ ለይቱ እውን ሰጊድካዮ ነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዘንብኻ ብሰንኩ ከም ዝድምሰስ ሓቢሮም እዮም። ቃል ረሱል ሰለም መን ሳመ ረመضን إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كمون النبي صلى الله عليه وسلم حج سبب ناي مغفرة الذنوب زنبخان مغفار المنحار فنكخم مخانو حبير مالتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا سبب أنت لأ حج كم تقبو أنت لأ فتصم وقال قبل كيف فتصم كيف فتصم أنت لأ قيروا رجع كيوم ولدته أمه لك خمتا أديوز ولدته معلتي بزي قال زنبي كم تمرسوا مالتي. إذن ሰናይ ተግባር ንገዛ ርእሱ ጥራይ ተውባ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብኡ ከለኻ ውን ሰናይ ተግባር ክትገብር ከለኻ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ከም ውዱእ፣ ከም ሰላት፣ ከም ሓጅ፣ ከም ጾም፣ ከም ኩሉ እቲ ሕስነ ልክሉቕ ንገዛ ርእሱ እውን ክጠንጠቕሶ ኢና። እዚ ኩሉ ነቲ ዘንብታትካ ዘቃልልን
ዘጓድልን ዝድምስስን ከም ምዃኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ ማለት እዩ። ላኪን ዓጣእ የቁል ኣልኣዕማል ኣሳሊሓ ተምሑ ኣሰጋኢሩ ፈቐጥ። እዚ ክንብል ከለና እቲ ሰናይ ተግባር ዘንብታት ይድምስስ እዩ ክንብል ከለና እቲ ንኣሹ ዘንብታት ጥራዩ ሰጋኢረ ዝኑብ ጥራዩ ዝድምሰስ ሰጋኢረ ዝኑብ ጥራዩ ዝድምሰስ ኣማ ከባኢር ከባኢረ ዝኑብ ግን ግዴታ እንተ ደኣ ክድምሰስ ኮይኑ ቶባ የድልየካ እዩ ማለት እዩ። እዘን እንታይ እዩ ዝድምስስ እዚ ይድምስስ ክንብል ከለና እቲ ሰጋኢረ ዝኑብ ከምኡ ውን ካብቲ ከባኢረ ዝኑብ ክትርሕቕ ኣለካ። እቲ ከባኢረ ዝኑብ ዓበይቲ ዘንብታት ን ክድምሰስ እንተ ደኣ ኮይኑ እንታይ እዩ ዘድልየካ ቶባ የድልየካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ቶባ ንገዛ ርእሱ ዋጅብ ስለ ዝኾነ ይብሉ። ስለምንታይ እዚ ነገር እዚ ኢልና እቲ ከባኢረ ዝኑብ ብሰላት ብስያም ብኡ ይድምሰስ ነይሩ እንተዝኸውን ዘንቢ ዘለዎ ሰብ ኣይመተረኸበን ነይሩ፣ ዘንቢ ዘለዎ ሰብ ኣይመተረኸበን ነይሩ። ከምኡውን ነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ይብሉ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ما اجتنبت الكبائر. سلذي تي كبائر الذنوب كابو كتب حرخصي شرطي ويكاقب نخونت نايتي تكفير الصغائر خونتي نعشتو نخدم سسلكا انت الأخوين كابز كبائر الذنوب لقزار رسول قطرها قال لك مالتي. فإذن حد سب እዚ ክንብሎም ከለና እቲ ዝድምሰስ እንታይ ከም ምዃኑ ወይ ከዓ ዝስረዝ ዘንበታት እንታይ ከም ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ ማለት እዩ። ኩሉ ዘንበታት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ሰጋኢረ ዝኑብ ዝበሃል ኣማ ከባኢረ ዝኑብ ብቶባ ኢኻ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብምምላስ ቶባ ኢልካ ሸርጥታት ናይ ቶባ ክትማልእን ከለኻ እሱ እዩ ዝድምስሶ ይብሉ ዑለማ ኣብዚ ከምዝኣመሰለ ዝጠቐስናይ ሓዲት ተመርኪሶም። لكن ابن رجب الإمام ابن رجب ون يبل أتي كبائر الذنوب أنت دأ سناي زقبر كايو نقرات بزوح أنت دأ خوينو أب يوم القيامة أفت ميزان كغرب كله كبائر الذنوب تدمسي سمالة تايكونا قن أفت ميزان كغرب كله أتي سناي زقبر كايو من البش بزيحو نتي كبائر الذنوب كسعرون يخيريو تدمسي سمالة تايكونا قن ብብዝሒ ናይቲ ሰናይ ተግባር ስዒርካዮ ማለት እዩ ደኣ እምበር ብኡ ተደምሲሱ ይኮነ ገና ኣብ ኣዱንያ ከለኻ። ስለዚ እቲ ሰጋኢረ ዝኑብ እጥራ እዩ ዝድምሰስ፣ እቲ ከባኢረ ዝኑብ ግን ቶባ ከም ዘድልዮ ዑለማ ጠቒሶም ማለት እዩ። ኢዘን ከባኢረ ዝኑብ እውን ጥራይ ኣይኮነ፣ እቲ ሰጋኢረ ዝኑብ እውን ኩሉ ግዜ እስትቕፋር እውን የድልዮ እዩ። እስትቕፍሩላ እውን ክትብል ከለኻ እቲ ዘንብታትካ ውን ኩሉ ግዜ ይፀሪርካ ማለት እዩ። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ወቱቡ ኢላ ላሂ ጀሚዓን አዩሃ ልሙእሚኑና ለዓለኩም ትፍሊሑን። ኩሉ ግዜ እቲ ቶባ ንገዛ ርእሱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩላህና ኣንቱም ኣመንቲ እቶም ካሓቲ ይኮኑን እቶም ሙሽርኪን ኣይኮኑን፣ እንታይ ደኣ እቶም ኣመንቲ እቶም ሙእሚን ንገዛ ርእሶም ቶባ ከም ዘድዮም ምክንያቱ ኣብ ጌጋ ስለ ዝወጥኩ ወላ ኢማን ይሃለዎም ደኣ እምበር ገበን ስለ ዘይተርፍ ወዲ ሰብ ይጋገ ስለ ዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ቶባ እዚ ኩሉ ግዜ ከም ዋጅብ ኮይኑ ከም ግዴታ ኮይኑ ክንርሕቆ ከም ዘይብልና እዩ ኣብዚ ኣያ እዚኣ። ወቱቡ ኢላ ላሂ ጀሚዓን አዩሃ ልሙእሚኑና ለዓለኩም ትፍሊሑን ዝብለና። እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ዝሓዘቶ እዚ ሓዲስ እዚኣ ወይ ከዓ እዚ ሓዲስ እዚ قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن تبل سناي طبايك هلوكا سناي سنا مكبار نخلوكا حدا خافتيناي تقوى تكبارات يخون مالتيو الله سبحانه وتعالى توب متقين نقزارسهم القرآن قلتهم كله سورة آل عمران يبل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم متقين تآية عدت للمتقين إلى مسودة تقدمت آية للمتقين الذين ينفقون
إذن توم منتقين من يوم توم لله لهم في السراء والضراء أبقزي رهوان أبقزي ثبت لله لهم جنزبهم زوطوا زهبوا والكاظمين الغيظ الكاظمين الغيظ كعاتق الطعناتهم تندرناتهم زيقهدوا مهلت طبائي الناتات مهلت يوم والعافين عن الناس سب انت رأى تقاقيو غاء محرنا كاي لهم زفنوا سخا قيقافتهم كان نيخا بديل كان نيخا لهم نزبدوا لهم سب زي بسابسوا انت دعا يمحروا والله يحب المحسنين زيهم كعيمتهم بحقي إحسان زفصموا زيهم يبكى الله سبحانه وتعالى زفتهم فعد الله سبحانه وتعالى مخالقة الناس بخلق حسن من مقومات التقوى نقول زهرسوتهم خلق حسن زلهم تم سناي سما يقبار زلهم كفتهم أهل التقوى كفتهم عندتا التقوى زلهم قيرهم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم تدار إلى بزح أحاديث نزي سناي سنة مقبار نزي سناي طباي بزح نتبتات تقي صمو إيوم حالي كابتي نتي إيمانك زملئن زملالئن قرمو إيوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا تي كفتهم مؤمنين بعل ملو إيمان زبهان من يوم أحسنهم خلقا تي بعل سناي طباي يبل النبي صلى الله عليه وسلم بل تبعل سناي طباي من الباج أبسلاته قدلته اللو يخون أبصومون أبكال ناي عبادة تكبارات قدلتها اللو يخون قل بسناي طباي درجان أيزوم عباد نايزوم أملختين الله سبحانه وتعالى ليتن معلتن سوقدون صومون درجاناتهم كبت صحي خيل كمخانون النبي صلى الله عليه وسلم تغيسهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم مؤمن من الباش بتسن نايتك باراتو درجان أيمن نايتهم صومتن نايتهم سقدتن درجة يبتصحيه بمنتاي بسناي طبايو يبلو النبي صلى الله عليه وسلم بل أب يوم القيامة تزخبد ميزان زرلوه سناي طبايكم مخالو النبي صلى الله عليه وسلم تغيسهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق أثقل من حسن الخلق فصم كب حسن الخلق سناي طباي زيادة زمزن زخبدن يلنا بيوم القيامة ميزان كقمت انكولو ويكاخ منزن انكولو تزخبد انتايو سناي طباي حسن الخلق يبلو النبي صلى الله عليه وسلم كافتت القتات جنازة أتون سناي طباي مستقوى الله سبحانه وتعالى قال أي سناي طباي كم مخانو النبي صلى الله عليه وسلم تقيسهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة النبي صلى الله عليه وسلم تحاتيتهم يوم توم سعبتهم توم بطعتهم حاتيتهم يا رسول الله أنت أي مبزحتوا ونود سب زبزحة أكبرات الجنة زعتوا إلهم مسحاتتوا النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق إلهم تقوى الله وحسن الخلق زبلت أنت زبزحا دك سب جنة زعتواهم تقوى الله كالله سبحانه وتعالى مفراهن كمون حسن الخلق سناي مقبال سناي طباين إيوم يبل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في حسن الخلق قللنا قرأ يكون حسن الخلق بهال كله لكسي كاب حسن الخلق مهاب نسب تجنق مهاب نعيك بالكان نفسها قريف كان خالقوت مخان زيكا بحسن الخلق زبدلك كاسب بدلوني لك زي مقطع زي من الدار زبدلك كاون زي مبدال انت ايداء ممحار زي خلو انت يخون مالاتيو كاب حسن الخلق حسن الخلق ون كل جزيه قزكا بروه كفود
معروف سناي كتقبر كاب إذ كان كاب ملحس كان أون نسب كتدحن مالت ملحس كان يخون بإذ كان نسب كيتودئ زخلو حسن الخلق. إذن حرقان ندري زخلو كاب طباي كاب سناي طباي يكونن تايدعا حماق طبعي زغطر مالتي انت دعا كرحنتي نسب أبل بخا زي تحزرلو ويكا سقيكا بالإشتن بعاب بخلو زي تقطع انت دعا خينكا زخلو حسن الخلق يبهال مالتي ولاون سب بدي لكان كله ولاون تي نقر أنصاركا تقبري أحرقوكان أغطعوكان ان كله إذا حرقان زي تراي أبل بخا تريفو بملحس كان بإذ كان بتكبار كان ناي زحر كان إذا انت لأ زير آخا إذا حجن قزار رسول بعد طبعكم مخانكا عاب السبكم مخانكا ترئ لخا مالتيو. طيب حسن الخلق بهالن كله انت إذا قالوا زي إلوني حتى تخون كما يجير كاخا نبتي زعابي حسن الخلق تبطح إلكا ونمست حتت تي حسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم زنبروا فبايكم مخانو الله سبحانه وتعالى القرآن وإنك لعلى خلق عظيم لو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقي سواميو بعل عبي طباي كم مخانهم وإنك لعلى خلق عظيم يا محمد يا رسول الله تي طبايكا تي سنة مكباركا تي حسكاية زلخا تزعبي إيو تزعبي درجة. إذن أرآيا ني إذا حسن الخلق من يوم النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن نعوكم كتمثل لنا مالتيو تي سيراناتهم تاريخناتهم أنببنان كرئنان تعذبنان لكع كم تسهم زقبروا وزنبروا النبي صلى الله عليه وسلم مصدق سب معاملة قبرهم كله مصدق سب ركبات كتصمهم كله كمي قبروا نيرهم زربوهم كمي نيروا أو حلنتهم كمي نيروا أب قزهم مس بيتهم مس بعالة بيتهم مس ولادهم مس عركهم مس حوهم مس زمدهم مس قورو بيتهم مس صلايهم ذو كله ناي النبي صلى الله عليه وسلم أدب وكاء سنة سرعات خطر وزنبر النبي صلى الله عليه وسلم أب تاريخناتهم أبزان تاناتهم نرخبوا إنا أمو نعوهم كنمثلا لنا وعائشة رضي الله عنها خط أقسم كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تايت كان خلقه القرآن نبي صلى الله عليه وسلم طبعا يوم تاين يرو طبعا يوم قرآن يرو إذا انتهي مالاتي خافت القرآن زلو تزازات فتصيبه من النبي صلى الله عليه وسلم يوطي نبر بعال عبد أباي بتي الله سبحانه وتعالى زأززهم يوم زخوده نيرو مالاتي سلزي نحن هون أرآيانا النبي صلى الله عليه وسلم سلزخونه نعهم نكتل نعهم نسعب للدهريهم ونقعز أسرهم كآ نكتل مستسيراناتهم أون نتي نحنا نقبرو زلنا نرأى أيو نمزازنو لكع كمتي أبسيرا نبي صلى الله عليه وسلم نرخبه وخمودنا نقعز زلنا ويسفل اللي يعلو توم أهل التقوى توم فرعت ربهم كل قزي مسؤوم كفكن بلالنا مالت حدا ودي سب كل جزء تبايو كاب سب سلز وصدو التوم مسؤوم كوفتبل مسؤوم تعلل مسؤوم تعرخون كل جزء نعخا كافت تبايوم كما حلال في القاس سلز وقولو مريض كارعا عركنة تقبر لك توم عرقان توم مسؤوم كوفتبل توم مسؤوم توعلن كل جزء نصحات صوريات فرحت رب خون اللوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل والدسب كل جزية كمتي مستي تفوتو سبن مستي عركخان التخونونكم ويغامالد نسخان عركخان كلتيخم حدا مقد حشكم يخو تخدو سلازي من يتي عركخان من يتي تفوتو سبن ما فاقرتخا منكم مخانو رأيخا هل إذي حسكا زلها إذي تفاقرك زلها مزقو عركنة فقرا زلك سبسقو من يو مرت إخا مالتيو مزخون سب عرق مالتا يكونن انتا يدعا مرت
እቲ ምስኡ ኮፍ ትብልን ምስኡ ትዕልልን ምስኡ ትውዕልን ንሱ ንስኻን ጠባይኩም ሓደ ክኸውን ስለ ዝኾነ ፈነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብዛ ሓዲስ እዚኣ አልመርኡ ዓላ ዲን ኸሊል ፈልየንظር ኣሓድኩም መን ይኻልል ኢሎም ናዮም። ኣብቲ ቋንቋ ትግርኛ እውን ኩሉ ግዜ መን ከም ምዃንካ ክነግረካ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ ከም ዝበሃል እቲ መኻይትኻ መን ከም ምዃኑ ፍለጢኻ፣ ምኽንያቱ መኻይትኻን ንስኻን ሓደ ኢኹም ማለት እዩ። እንተ ደኣ እቲ መኻይትኻ መገዲ ረቢ ሒዙ ዝኸይድ እንተ ደኣ ኮይኑ ፈራህ ረቢ እንተ ደኣ ኮይኑ ንስኻ እውን ካብኡ ብዙሕ ኣይትፈላለን ኢኻ ልክዕ ከምኡ ኢኻ ማለት እዩ። ጠይብ እንሻ ላህ ናይ ሎም መዓልቲ ደርስና በዚ ይድምደም ብእዝኒ ላ ስብሓነ ወተዓላ። قل قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.